السلام عليكم أيمن، إذا اشتغل لايف معك خبرني بس، لأنه أنا أخذت وقت شوي لأنه أول تجربة لي يعني، ف لهذا مضى كثير من الوقت. أيمن، أيمن شغال لايف؟ أنا أول تجربة شغال لايف يعني، بسببكم الله يسامحكم يعني، إن شاء الله تكون الأخيرة. فبس حاب أعرف إنه إذا شغال كويس ولا لا. طيب أيمن، إذا شغال اكتب لي بالدايركت مسج في التويتر، تواصلنا المعتاد، إنه واضح وشغال وكويس حتى أبدأ مباشرة. السلام عليكم مرة أخرى. طيب أنا أبدأ وإن شاء الله يكون شغال، يعني ما أكون أتكلم مع نفسي. أثبت بس بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للجميع، ويعني سعيد بالمشاركة معكم. هي الفكرة باختصار إنه مشاركة مع نادي القراءة في تركيا، في أظن عند أكثر من مكان. يقومون بنقاش مجموعة من الكتب مع مؤلفيها أظن، أو يعني مجموعة من المهتمين في الموضوع بشكل من الأشكال. فإحنا اليوم مفترض إنه بيكون في حلقة أو دردشة سريعة مع كتاب أشواق الحرية، اللي المفترض أن المجموعة أو أغلبها يعني اطلع عليه أو قرأه. أو أنا بالنسبة لي أول تجربة لي لايف، ويعني أنا أساسا علاقتي مع كل ما هو مرئي سيئة جدا يعني، بس ماشي، هي تجربة يعني. في كل الأحوال أتمنى يكون الصوت واضح، أتمنى أنه يعني البث أيضا يكون جيد. طيب ممتاز الصوت، ماشي جيد. طيب راح أحكي بشكل سريع عن الكتاب. ما أدري إذا البعض منكم، أو يعني الآن بث الصفحة الشخصية، فيمكن حتى بعض المشاركين من خارج نادي القراءة والمهتمين فيه. هو حديث عن كتاب أشواق الحرية. هذا الكتاب صدر في عام 2009 في السعودية. طبعا ما كانت في السعودية، في بيروت. كانت فكرته الأساسية إنه نقاش لموضوع الديمقراطية، علاقة التيارات السلفية وموقفها من الفكرة الديمقراطية بشكل من الأشكال. الكتاب في أساسه كان يعني نتاج حالة سجالية يعني. في التأليف فرق بين أن يأتي شخص ويعني
يجلس على موضوع يبحث فيه بشكل تفصيلي وب يعني روح بحثية باردة نسبيا، ويبحث في التفاصيل ويناقشها. وكتاب آخر يكون نسبيا نتاج حالة سجالية. كتاب أشواق الحرية هو كان نتاج حالة سجالية بشكل من الأشكال، حتى لم يكن في أساسه كتابا. يعني هي فكرته بدأت أساسا في أنه كتب مقال، يعني كان عقب فوز الرئيس الأمريكي أوباما في الانتخابات الأمريكية، فكتب أحد أصدقائنا مقال حول هذا الموضوع، وأثار يبدو حفيظة مجموعة من طلبة العلم اللي رأوا أنه فوز أوباما لا يمثل يعني انتصار لتجربة جديدة في مجتمع يفوز فيها رجل من خارج النسيج العام لهذا المجتمع، هو رجل أسود في مجتمع أبيض وما إلى ذلك يعني. فبدأ النقاش بهذا الموضوع، رد صديقنا، ردوا عليه، دخل الموضوع في سجال طويل. شاركت في هذا الموضوع وأتت مجموعة كبيرة من الردود، ونتج عنها نقاش تفصيلي لكل هذا الموضوع بتفاصيله وأبعاده وقضاياه وموضوعاته. وكان ما كتبته في أشواق الحرية أستطيع أن أعتبره هو الرد التفصيلي على كل ما كتب من اعتراضات وردود في هذا الموضوع. شاورت في بعض الأصدقاء، قالوا لي أنه المادة يعني أفضل أن تكون مادة سجالية عامة، أنت ممكن تخرج في كتاب كامل. فيعني أضفت لبعض التعديلات، وكانت خلال أيام يعني القصة كلها كانت سريعة في هذا الموضوع، بعض التعديلات والتطويرات وما إلى ذلك، ثم صدر في كتاب. كما ذكرت لكم هو نتاج هذا السجال، فكرة الأساسية بشكل واضح نقاش شرعية آليات النظام الديمقراطي. هل النظام الديمقراطي مشروع في الإسلام، في الشريعة؟ هل عليه اعتراضات؟ أين مناطق التقاطع أو الإشكال أو الاعتراض أو لا شرعية هذه الفكرة؟ ما الخيارات الأخرى المتاحة في النظام السياسي؟ ومجموعة من هذه الأفكار يعني في هذا الإطار العام. هو كتاب في لغته لا يخاطب يعني أكاديميين أو باحثين، بسيط، في روح تبسيط واضحة ومحاولة إقناع، في أيضا نزعة تبشيرية بشكل من الأشكال. يعني هو كتاب ليس فيه الاسترخاء البحثي بشكل ما، بقدر ما هو كتاب فيه محاولة إقناع بشكل واضح. بدأت مدخل الكتاب، أنا طبعا الكتاب منقطع عنه من سنين، يعني جاء الربيع العربي وجب كل ما قبله، يعني نسينا كل شيء يعني. وحتى لما أرجع للكتاب على مقرأ وأنا أتصفحه الآن يعني بعد انقطاع سنين، لكن الفكرة الأساسية كانت في المدخل. حاولت أن أخذ الموضوع بشكل متدرج خطوة خطوة. كانت الفكرة الأساسية في نقاش إنه أين تقع المشكلة في الموضوع. يعني الربيع العربي نسبيا أحالنا إلى أن المشكلة التي كنا نتحدث عنها هي مشكلة كبيرة وحاضرة ومستمرة، ألا وهي فكرة تتلخص بفكرة الصراع على الحكم، على السلطة يعني. وكيف أن هذا الصراع له عادة في المنطق، منطق الأمور، مسارين، إما مسار غلبة أو مسار اختيار. يعني إما أن يكون بالقوة والغلبة والشوكة ومن يستطيع السيطرة على السلطة والحكم، أو مسار اختيار أن الناس تختار، عشان بمعزل عن تفاصيل كل نظام. يعني الغلبة بنظام عسكري، بنظام يعني ملكي، أيا كانت الفكرة في هذا الموضوع، لكن فكرة أنه نظام يأتي بالشوكة بالمسمى التاريخي، أو نظام بالاختيار أن الناس تتوافق سواء كان عبر شورى، عبر انتخابات، أيا كان، على اختيار من يحكم هذه البلاد أو هذه الدولة. فوفق هذين المسارين يعني الربيع العربي فيما بعد أشار لنا كيف أنه يعني انتزاع السلطة، أن تحويل السلطة من الغلبة إلى الاختيار هو أمر في غاية الصعوبة، وأنه الغلبة إذا استمرت فهي لن تتخلى عن هذه السلطة إلا بنزع الروح، يعني قصة في منتهى الصعوبة، وأن الموضوع في غاية الأهمية لكل الدول والمجتمعات، مرتبط بحياتهم، مرتبط بحرياتهم، بكرامتهم، بتطور مجتمعاتهم، بلقمة عيشهم، بدخلهم، بالمال العام، بالكرامة الإنسانية، مرتبط بكل شؤون حياتهم. من أكثر الأمور المرتبطة بكل شؤون حياتهم قضية السلطة. فوفق هذين المسارين أنه نحن أمام مسارين، مسار الغلبة ومسار الاختيار. كان السؤال في البداية، وكنت أبتعد يعني بشكل واضح عن الدخول في دهاليز الإشكال، أنه الشريعة أيهما تفضل؟ حتى في حال سلمت جدلا بمن يقول أنه الغلبة والشوكة مشروعة، ومن يأتي بالغلبة ومن يأتي بالقوة هو حاكم شرعي وتجب له البيعة وما إلى ذلك في
طبيعة النقاش في السياسة الشرعية. حتى لو سلمنا بذلك، يعني لا مشكلة في الموضوع الآن، أنه من يأتي بالقوة هو حاكم مشروع، لكن أيهما أفضل في الشريعة؟ هذا المدخل الأساسي للمشروع، أيهما أفضل؟ هل أن يأتي الحاكم عن طريق الاختيار أم يأتي عن طريق الغلبة؟ طبعا بلا شك نصوص الشريعة كلها في القرآن والسنة تدل على أن الأصل الاختيار، سواء كان في الآيات أمرهم شورى بينهم، أو في الأحاديث العديدة في أنه أن هذا الأمر شورى، ويعني نبذ الغلبة ونبذ الاستفراد بالسلطة وما إلى ذلك. بلا شك أن فكرة الاختيار في أساسها هي الفكرة الأكثر شرعية، وهي ما تدفع بها الشريعة. هذا رقم واحد كمسلمة أساسية. ثم دخلت بمجموعة يعني أيضا أسئلة في هذا الإطار. دخلنا في موضوع الشورى، هل هي ملزمة أم معلمة؟ وكنت أسير في نفس المنطق، يعني لأنه أصلا لمجرد دخلت قبل ذلك، دخلت في فكرة أنه ما هي الشورى وما هي الديمقراطية. انه الشورى، لانه دائما في السجال مع الحاله الاسلاميه كمان نحن لدينا الشورى، يعني نحن بما اننا نملك يعني فكرتنا وقيمنا ونظامنا الخاص، لماذا نلجا لنظام وافد علينا من الغرب وهو الديمقراطيه؟ كنت اتحدث دائما عن تفصيل الامر، يعني ان الشورى في اساسها هي قيمه وهي مبدا، يعني فكره المشاوره، ان الانسان اذا وصل للسلطه او حكم امرا من امور المسلمين ايا كان، ليس بالضروره الامامه الكبرى وانما اي سلطه، ان يشاور، هذه بحد ذاتها يعني مندوبة في الشريعة ومحمودة، ويدفع باتجاهها الشارع بعموم. يعني لكن الشارع لا يضع آليات لهذه الشورى، يعني لا يضع من تشاور، وهل رأيهم ملزم أم رأيهم معلم. في النهاية إذا أخذت الموضوع بدون البحث عن روحه وعن قيمه الأساسية، ولا يوجد حاكم لا يستشير، يعني حتى بشار الاسد يستشير، حتى صدام حسين كان يستشير، يعني ان ياتي حاكم ما ويستشير من حوله الناس الذين هو عينهم والذين كلهم سيقولون له كلامك صحيح وعظيم ورائع والى اخره، هذه عمليا في اطارها العام تسمى مشاوره، لكنها عمليه ليست مشاوره، يعني هذا ابطال لقيمه الشورى الحقيقيه في ان تسال اناس من اهل الراي والحكمه والفهم والمعرفه ويقولون لك هذا الصواب، حتى لو خالفك، حتى لو خالف رأيك وقناعاتك. يعني فالشورى قيمة، الديمقراطية هي آليات لهذه القيمة، أنه تضع لك مجموعة من الناس منتخبين مختارين من الناس، هؤلاء يكونون هم أهل الشورى، حتى في الاصطلاح الشرعي أهل الحل والعقد، ليس هناك مشكلة في وجود هذا المصطلح، إن كان مصطلح تراثي يعني مرتبط بسياق ما، لكن أهل الحل والعقد هم البرلمان المنتخب، يعني الذي ينتخبه الناس، يكونون هم الأشخاص يعني المطالب بأن يسألون في شؤون الحكم، أن يؤخذ رأيهم في هذا الموضوع. ننتقل لقصة أيضا، هل الشورى معلمة أو ملزمة؟ وهذا طلع مبحث في الشريعة طويل، معظم الفقهاء على أنها معلمة وليست ملزمة، لكن كان السؤال أساسا أيضا بعيدا عن الجدل الفقهي في هذا الموضوع، ماذا لو اتفق الناس، لو أتى دولة فيها 500,000 وصوتوا على دستور أو على مبادئ، وقالوا أننا نحن نتفق على أن الحاكم الذي سنختاره هو مجبر على أن يشاور البرلمان وأن يأخذ قراراتي عبر هذا البرلمان بالاتفاق، يعني بمعزل عن حاكم أتى بالقوة فهل تجب عليه الشورى أو لا، لا، نحن نتكلم عن شروط موضوعية لوضع اتفاق جديد بين مجتمع وسلطة، يعني فيما لو اتفق الناس والسلطة على أن الحاكم مجبر على أخذ رأي أهل الشورى المنتخبين، وهذا طبعا تعبير الديمقراطي انه ياخذ موافقه البرلمان على اصدار القرارات وما الى ذلك، فيصبح نظام ملزم له باعتباره جزء من التعاقد، جزء من شروط هذا الاتفاق. طبعا يعني ايضا جزئيه انه حدود الشورى وحدود الديمقراطيه، هذه من القضايا التي تثار دائما، انه الديمقراطيه مفتوحه ويمكن ان تاتي بالملحد وتاتي باليهودي وتاتي مش عارف مين وتاتي بفنان ولا فنانه للسلطه، يعني انها ليس لها حدود. والشورى لا، الشورى هي تحد بحدود الشريعه ولا تتجاوزها وما الى ذلك. هذا كلام طبعا غير صحيح، لانه لا يوجد اساسا شيء بدون حدود، حتى الديمقراطيه مهما كانت مفتوحه ومهما كانت حره لها حدود، في اي عالم هناك حدود. الحديث عن حريه لا يعني هناك حدود، حريه اكثر، ليس حديث عن حريه بدون حدود، في كل المجتمعات هناك حدود للحريه. طبعا هذا بفهمه البسيط، يعني انت لما تروح لاي بلد اوروبي وتقف عند اشاره هذه حدود، يعني ليس من حريتك ان تقطع اشاره، يعني ليس من حريتك ان تقتل احد، ليس من حريتك ان تعتدي على احد، ان تسرق مال احد، هذا هناك قانون يمنعك من تجاوز هذه الامور، وهذه لا تدخل في اطار حريتك او مخالفه لقوانين هذه البلد فتعاقب عليها. ايضا حتى على مستوى الامور التي لها علاقه بالثقافه والمجتمع، يعني مثلا ممنوع التعري في الشارع،
طب هذا ممكن سؤال ليه؟ طيب ليه يعني ثقافي؟ اذا انت مجتمع علماني مبني على قوانين ليس لها علاقه بالدين، لماذا تمنع حريه شخصيه مثل هذه؟ طبعا هنا لا، مرتبطه بقيم وبثقافه، والمسيحيه حاضره بشكل من الاشكال في هذه الامور، فهناك قوانين تشرع حتى اللبس، حتى جزء لها علاقه بالثقافه، بالدين، بالتكوين الى اخره، لا طبعا لها حدود، لكن طبعا هي بلا شك حدود محدوده وضئيله في المجتمعات الغربيه وواسعه في المجتمعات الشرقيه بتنوعاتها، لكن ما يجب ان نقر به ان هناك حدود دائما. لا يوجد مجتمع يملك حريه مطلقه بقدر ما انه دائما هناك حدود لهذا المجتمع. الجزئيه الاهم يعني حتى لا اطيل في الموضوع في هذا السجال في موضوع الشورى والديمقراطيه، كان حول قصه ان في الديمقراطيه الحكم للشعب وبالاسلام الحكم للشريعه. وانا اعتقد ان هذه الثنائيه فيها كثير من الاحتيال نسبيا، يعني هو يضع متقابلين هم في الحقيقة ليسوا متقابلين، يتحدث عن الديمقراطية الحكم للشعب والشريعة وفي الإسلام الحكم للشريعة. أولا الشريعة لا تحكم، الناس هم الذين يحكمون، الشريعة إطار مرجعي وفكري وأخلاقي، من يحكم هم الناس، لهذا أتت نصوص عديدة على أنه أنزلهم على، لا تنزلهم على حكم الله وإنما أنزلهم على حكم، كما في الحديث ذكرته في الكتاب تفصيلا، من بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمامة، من بعثه أبو بكر أظن في اليمامة، من عهد قديم بالتفاصيل، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية أو جيشا وأوصى أميره بوصايا، قال فإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. يعني هي الفكرة على أنه الشريعة القرآن بوحده لا يحكم، هو يحكم عبر فهم الناس وعبر إرادة الناس وعبر تأويل الناس لهذه الأحكام، فلا يوجد شريعة تحكم، يوجد ناس يحكمون وهؤلاء الناس ملتزمون بالشريعة بحسب فهمهم، وآخرين لا يلتزمون في هذا الإطار الشرعي. فالثنائية الحقيقية والدقيقة في هذا الموضوع أن هناك حكم فرد وهناك حكم مجتمع، يعني هناك سلطة يحكمها ويتخذ القرار فيها فرد، حاكم فرد وصل بالغلبة، وهناك سلطة تدار بقرار شعبي انتخابي بطريقة ديمقراطية المعتادة، وهناك إطار مرجعي أخلاقي وشرعي وثقافي له علاقة بطبيعة القوانين، القوانين التي يقر لها البرلمان، هل هي قوانين منسجمة مع الشريعة أم لا؟ هذا موضوع آخر، هنا نتكلم عن المرجعية، مرجعية القوانين هل هي ملتزمة بالشريعة أم لا؟ ففرق كبير بين المرجعية، المرجعية إما مرجعية شريعة أو مرجعية قوانين وضعية يختارها الناس، طبعا هي ليست حادة بهذا الشكل، ممكن تكون جزء منها من الشريعة وجزء منها وضعي يعني تتداخل، لكن في الإطار العام أقصى الطرفين أن أقول مرجعية شريعة ومرجعية القوانين وضعية بشرية، والسلطة إما أن تكون حكم فرد أو تكون حكم الشعب، فلا نضع حكم الشعب مقابل حكم الشريعة، لا هذين ليس ثنائيتين منسجمتين مع بعض، وإنما في مساحتين وإطارين مختلفة. وأكثر ما يتم يعني رفض الديمقراطية أو الحديث عنها باعتبار هذه الثنائية، نحن أننا أمام إما حكم الشعب وحكم الشريعة. ماذا أيضا؟ طبعا تفاصيل كثيرة، أنا أتجاوز كثير من الصفحات لأنه أنا ما أدري حتى يعني متى يجب أن أنتهي، يعني أحاول أشوف التعليقات. أيمن إذا أنت معنا على الخط يعني مساك الله بالخير أولاً، واكتب لي يعني كم مفترض متى أنتهي، كم تبقى من الوقت، كيف أناقش بعدين الحوار والأسئلة، لأني بصراحة ما عندي أي خبر عن كل التفاصيل. فكرة المعارضة، يعني هناك عنوان بعنوان فتش عن مفهوم المعارضة، فكرة الأساسية على أنه السؤال الذي يطرح أنه فيما لو جعلنا نظاماً ديمقراطياً بالانتخاب والمشاركة الشعبية وما إلى ذلك، صارت انتخابات، اختار الشعب دستورا يتعارض مع الشريعة بشكل واضح ومباشر، فماذا علي أنا كشخص مؤمن بالشريعة؟ باختصار أنت لست ملزما أنت ملزم قانونا بتطبيق القوانين المتاحة، لكن لست قابلا بهذا الدستور، وستحاول بكل ما أوتيت من قوة مشروعة ليست بالسلاح واليد وإنما بالعمل السلمي الديمقراطي أن تغير هذا الدستور، يعني أنت محسوب على المعارضة وليس محسوب على السلطة، فيما لو كان والله في مجتمع 60% من الناس اختاروا أنظمة وقوانين غير شرعية، أنت ستكون من المعارضة لهذا النظام وستعمل بكل أدوات المشروعة الحزبية والإعلام
لوبيات الضغط وأيا كانت لحشد الناس وإقناعهم من أجل تغيير هذا النظام الذي لا يتوافق مع الشريعة كي يكون متوافقا مع الشريعة. ففكرة المعارضة بشكل من الأشكال هي تبعدك عن المسؤولية الأخلاقية فيما لو انتخب غالبية الشعب سلطة لا تتوافق مع الشريعة. أيضا في جزئية مهمة في موضوع ما هي الشريعة. أنا طبعا لم أتحدث عنها بالكتاب إلا بإشارة سريعة، لكن هي جزئية في غاية الأهمية، لأنه فكرة الشريعة أساسا دائما الحديث عنها وكأنها إطار منجز واضح نتحدث عن أحكام واضحة وقطعية ومباشرة، هي طبعا ليست بهذه البساطة. نعم في الشريعة أحكام واضحة وقطعية خارج الخلاف، من المعلوم الدين بالضرورة بلا شك هذه موجودة، لكن نسبتها بلا شك محدود للغاية مقارنة كم هائل من التشريعات اللي هي مساحة اجتهاد ومساحة ظنية ونقاش وأخذ وعطاء بين جمهور الفقهاء قديما وحديثا ونوازل كثيرة. فهذه المساحة للخلاف تشكل الحجم الأوسع 70-80-90%، أنا لا أريد أن أضع أرقام، لكن هي المساحة الأوسع للخلاف. وكل إطار وكل مجموعة وكل تيار وكل حزب وكل جماعة لها فهمها لهذه المساحة الخلافية. وهنا المشكلة، يعني في النهاية دائما أنا أحيانا في النقاشات لما يقال لي حكم الشريعة أقول طيب شريعة من؟ هل يمكن أن تضع لي إطار لهذا الفهم للشريعة؟ نحن لدينا مثلا بشكل واضح يعني من أجل التبسيط وإيضاح، هناك شريعة تؤمن بها مثلا داعش عندها فهم على الشريعة، لها فهم واضح ومباشر وتفصيلي لحكم الشريعة. هناك طالبان عندها فهم للشريعة، هناك السلفية التقليدية بشكلها السعودي أو بشكلها التقليدي الجماعة الألباني أو إلى ذلك، عندهم فهمهم للشريعة بلا شك يختلف مع فهم داعش والقاعدة. هناك الأخوان المسلمين عندهم إطارهم الفكري والشرعي ومجموعة من الفقهاء الكبار حتى خارج إطار الأخوان، لكن في الإطار الأكثر انفتاحا لهم فهمهم للشريعة. شخصية مثل القرضاوي مثلا بلا شك عنده فهمه التفصيلي للشريعة فيما يراه وما يدين الله به أن هذه هي شريعة الله، و 50 منها أو 60% منها طبعا أرقام عشوائية ليست دقيقة تتعارض مع الشريعة بفهم داعش تماما. يعني هناك مساحات واسعة فيما ترى داعش أنها من قطعيات الشريعة وضرورية وأحكام ملزمة، يرى القرضاوي أنها مساحات اجتهادية وليست ملزمة ويمكن تجاوزها وأنها من مساحة الاجتهاد المتاح عند الناس يعني. وهناك تيارات أكثر انفتاحا، هناك العدالة والتنمية في تركيا عنده فهم أيضا للشريعة، هناك طارق رمضان كشخصية له يعني تحدثت في النصوص الشرعية وأصول الفقه وما ذلك عنده فهم للشريعة. فهناك مساحة متنوعة هائلة لتيارات متعددة كل منهم له قراءة وتأويل وفهم لهذه الشريعة وحدودها وضوابطها في العلاقة مع الغير المسلمين، في حدود المقيدة لفعل المرأة، في القيود الاجتماعية عموما، في العلاقة بالفن، في مساحات عديدة في خلاف جذري. طبعا بلا شك أن كل هذه التيارات من داعش إلى أقصى اليسار متفقين على مجموعة من الأحكام على أنها قطعية وثابتة، ما في خلاف على الصلاة، ما في خلاف على الصوم، ما في خلاف على الخلاف حتى في بعض المسائل العقائدية، في مسائل عديدة متفق عليها، لكن نحن نتحدث عن مساحة الخلاف. في 90% في مساحة الاجتهاد خلاف جذري بين هذه التيارات. فهنا لما عندما نأتي ونتحدث عن الشريعة دائما نتحدث عن أي شريعة. يعني وضع دستور في مصر بعد الانتخابات وبعد مجيء الرئيس مرسي، يرى الإسلاميون أنه متوافق مع الشريعة، أنه دستور وفق الأحكام وفق النصوص متوافق مع الشريعة، لكن يرى تنظيمات السلفية في مصر أو بعض التنظيمات الجهادية أنه دستور كفري. طيب كلاهما يدعي وصلا بالشريعة وفهم، هؤلاء يرون أنه دستور كفري وهؤلاء يرون أنه دستور متوافق مع الشريعة، وبلا ذلك هي متوالية بلا نهاية في فهم ما هي الشريعة. ما الحل في ذلك؟ الحل على أن تكون الشريعة أتت بأفهام الفقهاء الذي ارتضاهم الناس واعتقدوا أنهم أقرب للصواب وأقرب لفهم الشريعة، وارتضى الناس فهمهم للشريعة وانتخبوه يعني بشكل من الأشكال. يعني حتى فهم الشريعة سيأتي بتطور طبيعي، لهذا بعضهم يجي يتساءل طيب يقول والله ماذا لو حصل انتخابات في مجتمع محافظ جدا وفاز الطالبان؟ طيب يعني فاز الطالبان ماذا نفعل يعني؟ اختارها الناس يعني، هل نريد أن نفرض عليهم دستور آخر؟ يحكمون يعني، خلاص إذا أنت زعلان اطلع حاجر يعني، قصة ثانية، أو لا تستطيع العيش في مجتمع مثل هذا، لكن لا تفرض عليهم قوانين وأنظمة علمانية أو تراها أنت شرعية بمعنى مختلف وهم اختاروها بإرادة حرة وديمقراطية. طبعا الأصل الذي يجب أن نتفق عليه هو عدم الانقلاب على الآلية الديمقراطية، إذا غير الناس رأيهم من حقهم أن يغيروا فهمهم بشكل من الأشكال، لكن لا تستطيع أن تفرض عليهم حتى لو اختاروا خيارات محافظة في هذا الموضوع. وعلي الوردي له مقولة ظريفة يقول لو اختار الناس التصويت هل تريدون دولة دينية أو دولة علمانية؟ لاختار الناس الدولة الدينية وذهبوا للعيش بالدولة العلمانية. يعني أحيانا قد ينحاز الناس إلى خيارات نسبيا
محافظة، لكن أحيانا بعد فترة عندما يرون تبعت هذه الاختيار على حياتهم وعلى حرياتهم ينحازون إلى تفسيرات أكثر تسامح. طيب، هل أكتفي بذلك؟ أو يعني تكلمت عن جزئية في موضوع، وهذا أيضا كان نقاش مع أولويات الحالة السلفية بشكل من الأشكال، مرتبط بفكرة ما هي الأولوية الشرعية، طبيعة الأولويات في الشريعة. يعني أحيانا نجد تيار عريض يعمل معارك طويلة عريضة على مسائل خلافية، يعني وهذا شاهدناه في مجتمعات المحافظة بالذات مثل المجتمع السعودي، ممكن يعمل قضية مثلا على موضوع الحجاب، هل هو غطاء الوجه أو كشف الوجه وما إلى ذلك، أو خروج المرأة، قيادة المرأة للسيارة، مسائل بلا شك أنها في الشريعة مسائل فرعية اجتهادية واسعة، أحيانا يتفق الجميع على أنها مباحة، لكن يعني يمنعونها لأسباب يعني تقديرية مصلحية لا أكثر ولا أقل، ومع ذلك تعمل يعني معارك كبيرة في هذا الإطار. فيما الشريعة في أولوياتها عندما نستقرأ النصوص الشرعية بالمجمل، القرآن الكريم والسنة النبوية، نجد مثلا قيمة العدل اللي هي ترتبط فيها فكرة السلطة قيمة محورية تماما، قيمة محورية بشكل هائل على مستوى علاقتها بالمجتمع وبالناس، وعلى مستوى حتى الأجر الشخصي. يعني القيام في عمل أو مهمة مرتبطة بإقامة العدل أهم بكثير من مجموعة من الشعائر والأعمال القلبية عند الإنسان. إقامة العدل له أولوية كبرى وتفضيل عالي، وأنا ذكرت أعتقد يعني عدد كبير من النصوص، يكاد يكون عشرات النصوص من القرآن والسنة في أهمية ومركزية ومحورية قيمة العدل. وهذا يجعل أن قيمة السلطة والحكم في الشريعة وإقامة العدل فيها قضية في غاية الأهمية وفي غاية المركزية، فيجب على هذه التيارات أن لا تضع هذه المسألة تعطيها مساحة هامشية جدا في أولوياتها وفي مطالباتها، وفي المقابل تضع قيم ومسائل بسيطة اجتهادية تعطيها كل الأولوية وتجعلها هي معركتها الكبرى في حياتها، فيما مسائل في غاية الأهمية في الشريعة هي مهملة ومهمشة وبعيدة عن أي فعالية. فكانت الفكرة الأساسية في هذا الفصل أنه يجب أن نعظم ما عظمته الشريعة والعدل، عظمته الشريعة بشكل واضح ومباشر وضخم في عدد هائل من النصوص، والمسائل الأخرى كانت أقل قيمة وأقل أهمية. أيضا هناك تداخل وفهم يعني غير واضح أحيانا بين مجموعة من المصطلحات في الفكر والفلسفة عموما، مثل مسائل الديمقراطية والليبرالية والعلمانية. هذه الثلاث موضوعات بينها تمايز واضح، طبعا موضوعات ضخمة أحيانا، احنا في الشبكة العربية طلعنا اهتمينا في الموضوع، عندنا عشرات الكتب في هذه الموضوعات، في ما هي الليبرالية، تفسيراتها، نصوصها، علاقاتها بالمجتمعات المحافظة، علاقاتها في الإسلام، الديمقراطية نفس الشيء، التحول الديمقراطي، آليات المجتمع الديمقراطي، علاقاتها بالعلمانية، فكرة العلمانية وعلاقتها بالثقافة والمجتمع ونصوص الشريعة، يعني مسائل في غاية الأهمية والاتساع. لكن أنا حببت إشارة سريعة فقط أن هذه المسائل الثلاثة متمايزة. الديمقراطية تعني الاختيار، أن المجتمع يختار من يمثله بإرادة حرة، حتى لو اختار شخصا أو تيارا أو مجتمعا أو برلمانا محافظا في غاية التشدد، فهذا اختيار ديمقراطي، الناس اختاروا بإرادتهم الحرة، فهذا اختيار ديمقراطي. لكنه اختيار ديمقراطي ليس ليبراليا، يعني هؤلاء ليسوا مع الحريات، هم ضد الحريات ومع تقييدها ومع كبتها أحيانا، لكنهم مختارين من الناس، فهذه إرادة ديمقراطية لكنها ليست ليبرالية. السلطة التي انتخبت والتي اختيرت ليست ليبرالية وأيضا ليست علمانية. فبعيدة عن هذه يعني بعيدة عن هذه المصطلحية، ديمقراطية ليست ليبرالية وليست علمانية. أيضا العلمانية ليست بالضرورة مرتبطة بالديمقراطية، يعني هناك مجتمعات علمانية وعلمانية جذرية لكنها غير ديمقراطية، مثل المجتمعات العربية، يعني ما حصل في العراق أيام صدام حسين، وما حصل في سوريا، وما حصل في مجموعة من الدول العربية، هذه مجتمعات علمانية. وأيضا في مجتمعات غربية أيام الفاشية في إيطاليا، الشيوعية كفكرة هي فكرة علمانية جذرية متطرفة، لكن المجتمعات لم تكن ديمقراطية. فليس بالضرورة أن كل مجتمع ألماني مجتمع ديمقراطي، هناك ديمقراطيات، هناك علمانيات ديكتاتورية ليست علمانية ديكتاتورية ليست ديمقراطية. وأيضا الليبرالية، الليبرالية هي محورية قيمة الحرية في هذا المجتمع، وأحيانا هذه الحرية سواء كانت حريات سياسية أو حريات اجتماعية، أحيانا في بعض المجتمعات تفرض بدون إرادة ديمقراطية. يعني في تونس مثلا كانت تفرض بعض الحريات في المسار الاجتماعي بدون يعني في موضوعات اللبس، في موضوعات عديدة مرتبطة بثقافة الناس،
قوانين تفرضها قسرا بإرادة ديكتاتورية، يعني السلطة تفرضها بدون اختيار الناس. قد يكون المجتمع بعمومه يرفض مسألة التعري، أو يرفض مسألة أنه إقامة جمعية للشذوذ، لكن القانون يشرعها بإرادة ديكتاتورية، يعني تشرع مساحة أنت تعتبرها من الحريات لكن غير متوافقة، لم تأتي بطريقة ديمقراطية، لم تأتي بإرادة الناس التي تريد وضع حدود لهذا المجتمع، وإنما أتت بفرض من السلطة. فعموما هذه المسائل طويلة وكبيرة يعني، لكن هذه إشارات سريعة نحوها. تكلمت عن كيف يبدو النقد السلفي للنظام الديمقراطي، من يقف في وجه الديمقراطية في العالم العربي، اختبار النظريات وفحص البدائل. هذه اختبار النظريات وفحص البدائل فكرتها بسيطة، لأنه دائما أيضا في النقاش يأتي يقول أنه طب يا أخي نحن لماذا نطبق النظام الديمقراطي وعندنا نظامنا الإسلامي؟ طب تقول وش نظامك الإسلامي؟ ما تفاصيله؟ ما طريقة الانتخاب؟ ما طريقة الأحكام؟ لا يوجد أي إجابة عن مجموعة هائلة من الأسئلة في طبيعة وتكوين وتفاصيل النظام السياسي القائم. يقول لك والله مثلا أنه طب يا أخي لماذا لا نعمل على إنتاج نظامنا الإسلامي الخاص الغير المتأثر بالطبيعة بالتكوينات السياسية الغربية والديمقراطية والقصص الشبيهة؟ من باب أولى تقول طب أوكي، يعني هل منعك أحد من إنتاج شيء من هذا القبيل؟ طب أنتج، يعني متى ما أنتجت نظام يحقق العدالة وإرادة الناس واختيارهم وهو مخالف للنظام الديمقراطي لكن يحقق هذه القيم، فبلا شك نحن يعني الفكرة ليست مرتبطة بالديمقراطية، الفكرة مرتبطة بالقيم. يعني فمتى ما تحققت هذه القيم وتحققت العدالة بأي نظام ما، فأكيد سنكون معها، يعني سنرمي الديمقراطية بسلة المأملات ونأخذ أي نظام جديد أكثر عدالة بلا شك يعني. لكن حتى نصل إلى هذه المرحلة التي لم نأتي لها إلى الآن والتي توحي وكأن سؤال الديمقراطية سؤال حديث، العالم العربي يتعرض لموجات الديمقراطية وتساؤلاتها منذ أكثر من 100 أو 120 سنة، يعني النظام المبعوثان في تركيا، البرلمان في مصر من 1880 و90، يعني سؤال الديمقراطية والنظام الديمقراطي حاضر في المجتمعات العربية منذ أكثر من 130 أو 140 عام، وهذا سؤال حاضر. طيب أين الفقهاء؟ أين العلماء؟ أين المفكرين؟ لماذا لم ينتجوا نظام سياسي إسلامي خالص صافي يحقق قيم العدالة والشورى ويمنع الاستبداد ويمنع الهيمنة على السلطة بدون إرادة الناس ومختلف عن الديمقراطية؟ لم ينتج هذا البرلمان ولا ينتج هذا النظام السياسي، ومتى ما أنتج يعني بلا شك انه الناس كلها يعني او عدد كبير من الناس عنده رغبه بالانحياز لها اذا كانت تحقق هذه القيم، حتى لو لم يكن اسمه ديمقراطيه او لم يكن في اطار النظام الديمقراطي. ما المعنى من ذلك؟ الفكره الاساسيه بهذا العنوان اختبار النظريات وفحص البدائل، حتى بدات المقدمه بشكل بسيط، انه انت ذهبت الى محل لشراء لابتوب وقالوا لك والله طيب سؤال انه ما هي افضل اجهزه موجوده؟ عندك والله خمس اجهزه من خمس شركات، والله هذا افضل جهاز. طيب اوكي هذا افضل جهاز موجود، طب هل هذا الجهاز بلا عيوب؟ لا اكيد له عيوب يعني، طب ما عيوبك كذا كذا، فيجولك شخص يقول طب يا اخي هذا له عيوب، طب لا تشتري هذا الجهاز لانه في عيوب، طب اوكي انا عارف هذا الجهاز في عيوب بس هذا افضل شيء متاح، يعني انا في النهايه طب اتعطل يعني اوقف كل عملي ونشاطي، انا محتاج لابتوب وهذا افضل شيء متاح، وافضل شيء متاح ليس بلا عيوب، يوجد عيوب لكن هو افضل شيء متاح، متى ما جاء شيء افضل منه انحزنا له. ف لما نتحدث عن النظام الديمقراطي بلا شك ليس نظام ملائكي وليس مثالي وليس بلا عيوب، فيه كثير من العيوب، مئات الكتب ليست عشرات، مئات الكتب، واحنا بعضها حتى يعني ترجمناها يعني ناقشنا بشكل من الاشكال تتكلم عن عيوب النظام الديمقراطي وثغراته ومشاكله وكيف، لكن هي تكتب من داخل النظام الديمقراطي، تكتب بهدف تطويره وليس بهدف تقويضه، لكن تذكر مجموعه كبيره من عيوب هذا النظام، مثل موضوع تاثير المال، تاثير الاعلام بالذات في امريكا، يعني شويه في اوروبا تأثيرات المال والإعلام أقل بكثير من أمريكا، أمريكا المال والإعلام، وهذا مشكلة في نقد الإسلاميين أو بعض التيارات السلفية للنظام الديمقراطي، دائما يركزون على عيوب الديمقراطية في النظام الأمريكي، ليست بعموم، العيوب في النظام الأمريكي مختلفة عن النظام الأوروبي، تأثير الإعلام والمال العالي في أمريكا مختلف عن تأثيرها في أوروبا، مع ذلك أيضا في أمريكا مع تأثير يعني في الانتخابات الأخيرة لترامب مع هيلاري كان الإعلام كله منحاز لهيلاري في غالب منحاز لهيلاري بشكل واضح والضخ والفنانين والشخصيات السياسية كلهم مع هيلاري مع ذلك فاز ترامب، يعني حتى الضخ الإعلامي الهائل لم ينجح في تغيير قناعات الناس، حتى اللوبي أحيانا الصهيوني كان منحاز لهيلاري بشكل أوضح مع ذلك فاز ترامب، فأيضا وهم الإعلام يؤثر بنسبة 10% 5% أقل أكثر لكن لا يغير المسار العام لاختيار الناس، لكن بلا شك أنها عيوب. الفكرة الأساسية أنه النظام الديمقراطي عندما نتحدث عنه لا نتحدث على أنه نظام بلا عيوب، نتحدث على أنه بين قوسين أفضل نظام سياسي متاح حاليا، ما عندنا أحسن منه وفي عيوب لكن هو أفضل ما هو متاح، ولا نستطيع أن
ان نعيش في فراغ سياسي. يعني انت ممكن في مثالنا السابق انك دخلت بتشتري لابتوب كنت تقول طب خلاص انا ما راح اشتري لابتوب، مو مشكله راح تموت يعني، لكن ما نستطيع ان نعيش في مجتمع بدون نظام سياسي، لابد ان يكون هناك نظام سياسي. فانت بين خيارين، اما الوضع القائم، اما النظام الاستبدادي، اما النظام بالغلبه والقوه والشوكه، او النظام يخضع للاختيار والشورى، وان كان في بعض العيوب محاوله تلافيها وهو اقل عيوب من النظام الاخر. فانت عمليا لا تستطيع ان تعيش في فراغ سياسي، يجب ان يكون عندك نظام سياسي، فاختر النظام السياسي الاقل اخطاء والاقل عيوبا وان كان ليس نظاما كاملا. طيب انا بختم الان، و بصراحه ما ادري ايش الخطوه القادمه، يعني كيف اشوف الاسئله، كيف نناقش الموضوع. الغائب ايمن اذا انت موجود علمني كيف هل اقرا الاسئله الموجوده في الشاشه واتحدث عنها، او ما الحل بالضبط؟ طيب ارجع الاسئله من اول، ولا الله يسامحك يا ايمن على هال. طيب ماشي، شكرا لكل المرحبين. و طيب تمام، طلع على تجربة تركيا بدورتنا كانت امكانيات وصول المعارضة الى السلطة والتغيير والمجتمع التركي الفلسطيني طويلة من العلمانية ومحاولة المجتمع وفق القيم. طبعا هذا مداخلة طويلة من الأخ مروان، شكرا جزيلا. وتوقف عن ذلك الوليدة ضابط الحرية. طبعا لا يوجد ضابط الحرية، ضابط الحرية فقط مرتبط باختيار الناس. يعني مهما حاولت أن تضع ضابط للحرية بشكل واضح ومباشر هذا صعب. الحرية في النهاية توافق الناس وتواضعهم على اختيار ضوابط معينة هو ما سيضع حدودا لها. يعني أن الناس يتفقون في مجتمع ما، طبعا يتفقون لا يسمى معنا 100%، يعني الغالبية من الناس أن يضعون حدودا لهذه الحرية، يقولون في المساحة السياسية وفي المساحة الاجتماعية وفي المساحة الثقافية هذه حدودنا، والله احنا مجتمع محافظ، فلا نريد أن يأتي أحد ويشتم الذات الإلهية ويكفر في صحفنا وقنواتنا، هذا شيء مستفز لديننا وقناعاتنا، فهذا الشيء يجب أن يكون ممنوعا ومحظورا ويعاقب عليه القانون. نحن نريد ذلك كشعب وكمجتمع، نحن نريد ذلك. لا يعني منع الناس من ذلك بحجة أن هذا تقييد الحرية، أعتقد أنه يعني أنت تريد بدك أنت تتحول إلى ديكتاتورية، وتريد أن تفرض على الناس شيء خارج إرادتهم وقناعتهم وقيمهم. فالناس هم الذين يضعون هذه الضوابط للحريات. طيب الله يعين الجميع إن شاء الله. أهلين أيمن، خرج أخيرا بس. طيب ماشي، أنا خلصت الآن، فالمفترض أنه أليس من نوع الديمقراطية التخيير في تطبيق الشريعة بما لا يتواهم عصر الإسلام، كما ينتج ذلك ضرورة كفاءة حرية التعبير لكل الآراء التي تطالب بتنحية الشريعة والسياسة. طبعا كل التفاصيل أنا ناقشتها بالكتاب بالتفصيل فحتى لا أعود لها، لكن عمليا ليس هناك تخيير. يعني الفكرة القائمة على أنه الديمقراطية تتيح لك إقصاء الإسلام، الديكتاتورية تتيح لإقصاء الإسلام بدون اختيار. يعني في النهاية لو أتى الحاكم الذي يملك كل مفاصل السلطة وغير الشريعة وقوضها، عمليا قدرتك على معارضته هي محدودة للغاية. على الأقل في النظام الديمقراطي لو اختار 60% من الناس 70% من الناس إقصاء الشريعة والحكم بنظام وضعي مخالف للشريعة، 40% الأخرى هي ستكون معارضة وستحاول بكل الأساليب الممكنة، وهي كثيرة في النظام الديمقراطي بمعزل عن يعني باستثناء القوة والعنف، على إعادة هذا المجتمع للشريعة. يعني لكن في النظام الديكتاتوري أنت لا تملك أي أدوات، إذا غير الحاكم في نهاية الشريعة، وأتت في دول كثيرة حاكم يعني فجأة قرر أن يصبح يحكم بالشريعة وبعد فترة غيرها ونقض أحكام وأتى بأحكام جديدة، كل أدواتك في التغيير هي متاحة. عمليا اختيار حكم الشريعة من عدمه هو متاح في كل الأحوال، لكنه في حكم في 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 عندما يكون الموضوع بشكل ديمقراطي فضبطه ومنعه وتغيير النظام غير متوافق مع الشريعة إلى نظام متوافق مع الشريعة، المجالات فيه أكثر اتساعا وإتاحة للناس من النظام الاستبدادي. تعريف الدولة الإسلامية، وهل هناك في حاضرنا دولة تعتبر إسلامية وما هي مع ذلك؟ لا، أنا أعتقد الدولة الإسلامية مصطلح مهم يعني، وفي كثير من الجدل والنقاش، ومن الصعب أن نتحدث عن دولة إسلامية بالإطار العام. نستطيع أن نتحدث عن دولة مدنية حديثة أحكامها وشرع ومرجعياتها متوافقة مع الأحكام الشرعية. من فكرة الدولة الإسلامية كبلوك مغلق بهذا الشكل، أعتقد أنه في كثير من المجازفة ويعني الشعراتية يعني.
كل دولة يعني يختار فيها الناس شكل السلطة ويكون فيها اتفاق على قطيعة الشريعة بشكل ما، هي دولة متوافقة مع الشريعة ودولة يمكن أن تسمى إسلامية بشكل من الأشكال. هل هناك علمانية في الوطن العربي؟ طبعا هناك علمانية. الدول التي لا تحكم بالشريعة وهي في غالبها دول ديكتاتورية هي الدول العلمانية. يعني في النهاية ماذا تستطيع أن توصف مثلا سوريا في تحت الحكم بشار الأسد مثلا، أو العراق، أو حتى عدة دول أخرى؟ يعني هذه دول ليس لها علاقة بالشريعة بشكل من الأشكال. يعني وإن كان فيها طبعا قوانين الأحوال الشخصية فيها شغلات لها علاقة بالشريعة بلا شك. يعني كما ذكرت ليست المسألة حادة إنه أما دولة متفقة مع الشريعة 100% أو تعارض الشريعة 100%. ستكتشف إنه الشريعة حاضرة في كثير من الأحكام والتفاصيل لكنها ليست إطار مرجعي ولا تحكم الناس. كل محاولات الإسلامية الديمقراطية حربت وأزهقت، الجزائر وشوهت تونس، هذا صحيح بلا شك، لأنه انتزاع السلطة ممن يملكها أمر صعب بلا شك. فبلا شك حربت، وحربت في مصر وحربت حتى في تونس، لكن استطاعوا تجاوز هذه الحرب بشكل أكثر ذكاء في سوريا وفي كل دول الربيع العربي عموما، وحتى قبل ذلك في دول أخرى وفي محاولات في الجزائر بلا شك تحارب يعني. لكن هذا لا يعني أنها خطأ، بالعكس هذا يشير على أنها هي الصواب وأنها تحارب لأنها ستنزع هذا الاستبداد وستعيد الأمر لاختيار الأمة. شكرا يا باشا. النظام الديمقراطي العربي تجارب ديمقراطية أنجح من التجارب الموجودة. في العديد من المداخلات، ما أدري المفترض أقرأها ولا أمر عليها سريعا. لا يوجد دول عمانية بالمطلق. بلى طبعا، حتى الدول الغربية يعني هي بلا شك في دول علمانية، لكن حدود حضور الدين فيها يتفاوت من دولة إلى أخرى. يعني أمريكا مثلا، إحنا طلعنا كتاب ناقش الموضوع بشكل تفصيلي اسمه الدين والسياسة، جوانب دستورية وأخلاقية، يتكلم عن حضور الدين في المجتمع الأمريكي تحديدا، يتكلم عن أمريكا بشكل أكثر دقة. فكرة الكتاب يتحدث عن إلى أي حد الدين حاضر وما حدود ذلك، وتكلم عن جزئيتين مهمتين في الموضوع، أهمها قاعدة سماها عدم تشريع القوانين على أساس ديني. فكرته في الموضوع على أنه لو أتى ناس في ولاية أمريكية وقرروا صوتوا بالأغلبية على أنه الإجهاض ممنوع قانون، يأتي المشرع ويسألهم لماذا ممنوع؟ إذا أجاب الناس الذين اختاروا بإرادة أغلبية محضة على أنه ممنوع لأنه يخالف الدين المسيحي، يقول لك المحكمة الدستورية تنقض هذا القانون، لا يجوز تأسيس أي قانون على أساس ديني حتى لو أراد أغلبية الناس ذلك. يعني حتى لو قرر المجتمع الأمريكي 70 80% منه تأسيس قوانين لأسباب دينية، أنه نحن كمسيحيين نعتقد أن والله أكل الخنزير محرم مرفوض، أو الفعل الفلاني مرفوض وأسبابنا دينية، الدستور الأمريكي يرفض ذلك، يجب تأسيس القوانين على أسباب علمانية ليست دينية. لو أتى نفس المجموعة في تكساس وقالوا لا نريد الإجهاض، لماذا؟ لأنه طبيا في مشاكل، مش عارف إيش كان إلى آخره، مجموعة تبريرات طبية، يقول أوكي من حقكم أردتم ذلك، والتبرير لذلك تبرير غير ديني، فمن حقكم أن تضعوا تشريعا يمنع الإجهاض، لكن تبريراته ليست دينية وإنما علمانية. في مجتمعات أخرى، أذكر مثل بلد مثل إيرلندا أظن، في دستور، في ديباجة في الدستور نص يعني مغرق في اللاهوت، يعني انه بتوفيق الاله ونصره لنا وبتوفيقه وب يعني بركته ننشئ هذه الدوله، وكلام يعني لاهوتي ديني تقرا وتقول يعني والله يعني حتى داعش ما بداوا بهذا التقديم. اقصد انه الدين حاضر بشكل من المشكله من الاشكال، لكن حتى الدين بمعنى علماني بشكل ما. يعني الان حتى فكره العلمانيه خاضعة لجدل طويل، وهناك عشرات الكتب تتحدث عن ما هي العلمانية، هي تتجاوز فكرة فصل الدين عن الدولة، وحتى نزع القداسة عن التشريعات والأحكام الدينية، لها فهم يعني فهوم عديدة، من أهمها فكرة أن العلمانية تريد إنشاء دين علماني، دين متوافق مع الحداثة ومع النظم الدولة الحديثة ومع القيم الغربية بشكل ما. هي ما عندها مشكلة أن يكون هناك دين، لكن دين ينسجم معها، مشذب خاضع لمنظومتها وإرادتها، وليس دين بتطبيقاتها الكلاسيكية الحرفية. ما هو التعريف العلمي الدقيق للعلمانية؟ هذه قصة أيضا طويلة.
والعلمانية مبحث طويل، يعني الدكتور المسيري مثلا يعني كتب في بداية العلمانية الجزئية والشاملة مجموعة تعريفات ومجموعة من الشخصيات وكيف تناولها لموضوع العلمانية. أنا كتبت مقال في الموضوع العلمانية في تعليقا على كتاب اللي طلعناه للدكتور نادر هاشمي، في شرح تفصيلي، يعني مو تفصيلي، يعني إشارات سريعة لموضوع تعدد الفهوم في موضوع العلمانية. زمان لو عاد بك الزمن أن نوكت ذلك الكتاب مرة أخرى، ما ستضيف عليه. والله يعني هذا موضوع طويل، يعني أنا بصراحة كل قناعاتي في المدخل الثقافي والفكري للتغيير كلها تراجعت، يعني فقصة يعني لذلك مبتعد تماما عن فكرة سجالات والدخول في محاولات الإقناع وتغيير قناعات الناس. أعتقد أنه قصة، يعني آخر دراسة كتبتها قبل يعني توقف نسبيا كانت بعنوان الإسلاميين وربيع الثورات، الممارسة المنتجة للأفكار، يعني نشرت في 2012 في المركز العربي للأبحاث، في موقع المركز العربي للأبحاث، دراسة حوالي 70 صفحة أو 60 صفحة، ناقش عن موقف الإسلاميين عموما من الربيع العربي وتحولاته والديمقراطية. كانت الفكرة واضحة في على الأقل في معرض شرحة، على أنه جزء كبير من القناعات والأفكار تتغير لأسباب سياسية ولأسباب مصلحية ولأسباب اقتصادية وحال أسباب عسكرية أكثر بكثير ما هي مما تغير مما تتغير لأسباب قناعات وأفكار. يعني جزء كبير من التيار الذي كنا يعني دخلنا معه في سجالات طويلة وحادة وأحيانا وصلت مرحلة التكفير في فكرة الديمقراطية ومشروعيتها، نفس هؤلاء أو عدد كبير منهم بعد ما حصل الربيع العربي واكتشفوا أن المشاركة في آليات العمل الديمقراطي مهمة والمشاركة في البرلمانات مهم، ولا سيخسرون كإسلاميين مساحات واسعة، قرروا مباشرة عملوا انعطافة على قولة اللبنانيين باعتباري في بيروت، يعني عملوا تكويعة سريعة في الموضوع وبوجوب المشاركة في البرلمانات ووجوب التصويت بنعم للدستور، دستور هم يرون بحسب مرجعياتهم الشرعية على أنه دستور كفري، مع ذلك تصدر فتاوى بموجوب التصويت بنعم لهذا الدستور لأنه يعتقدون المصلحة مع ذلك. فيعني اعتقدت يعني وصلت إلى قناعة على أن المصلحة بمعزل عن تفسير ما هي هذه المصلحة، هل هي مصلحة الأمة فيما يرونه مصلحة للأمة، فيما يرونه مصلحة للحزب، فيما يرونه مصلحة شخصية أيا كانت، قادرة على تغيير القناعات والأفكار أكثر بكثير من الإقناع والنقاش والسجال الفكري والثقافي. أخي الكريم عصر الإسلام ولماذا لا تناقش الكثير من النصوص؟ يعني هذا موضوع بلا شك موضوع طويل وعريض، لكن خارج إطارنا فكرة عصرنة الإسلام وإنتاج دين متوافق مع الحداثة والعلمانية. تركيا ليست علمانية، بلى علمانية، لكن علمانية يعني حتى العلمانية تقسيم، يعني المسيري يسميها جزئية وشاملة، عادل ظاهر وهو فيلسوف مختص في العلمانية وكتب كتاب مهم يسميها لينة وصلبة، بعضهم يسميها يعني في مجموعة تعريفات أنه حتى العلمانية هناك علمانيات مخففة ليست يعني تتيح مساحة أوسع للدين ولحضوره في المجال العام من علمانيات ترفض حضور الديمقراطية في المجال العام بشكل أكثر حدة، يعني وكانوا دائما يضربون بالنموذج الفرنسي والإنجليزي أو النموذج التركي. أيضا احنا طلعنا كتاب للدكتور أحمد كورو وهو أمريكي من أصول تركية، يتحدث فيه عن مقارنة بين تركيا في عهد يعني نظام ما قبل العدالة والتنمية وفرنسا وأمريكا حول حضور الدين في هذه المجتمعات الثلاثة، ما بين مجتمعات إقصائية للدين بشكل حاد وجذري مثل المجتمع التركي، كان المجتمع التركي أسوأ من المجتمع الفرنسي، يعني ثم المجتمع الفرنسي ثم المجتمع الأمريكي للدين حاضر فيه بشكل من الأشكال أكثر، ومساحات الحضور الديني ودعم المؤسسات الدينية حاضرة بشكل أكثر وضوحا من مجتمع مثل الفرنسي أو التركي سابقا. هل كل من انتخاب المدرسة اللي شفيق يعني طيب يعني في تفاصيل ما لها علاقة أحيانا بموضوع بعد رؤية الظلم واستبداد الأنظمة العربية لم يصبح موقف السلفيين أقرب للديمقراطية؟ بلى أصبح أقرب للديمقراطية في 2011 ويعني منتصف 2012، وبعدين يعني عادوا إلى موقفهم السابق وحان إلى أكثر شدة ب 2013-14 بعد ما حصل يعني موجات انكسار الربيع العربي والثورات المضادة. وهذا يعني يشير نفس الفكرة على أنه التأثير السياسي بعد الربيع العربي بالمناسبة خلونا من السلفيين، تنظيم القاعدة وهذا كتبته في الدراسة اللي أشرت إليها، نشر يعني له مجموعة كبيرة من التصريحات لكبار قيادات تنظيم القاعدة يتحدثون فيها عن وجوب المشاركة في العمل السلمي، تنظيم القاعدة الذي كان في كل أدبياته تسخر من العمل السلمي وقدرة على التغيير وأنه لا يوجد تغيير إلا بالعنف إلا بالسلاح وإلا بتقويض هذه الأنظمة بالدماء، أصبح يبشر بثورات الربيع العربي ويدعو للمشاركة فيها سلميا ويدعو إلى عدم رفع السلاح في المظاهرات من أجل عدم إفساد هذه المظاهرات
مظاهرات وهناك أكثر من 8-9 تصريحات لقيادات تنظيم القاعدة ذكرتها في الدراسة تشير في هذا الاتجاه. هذا يشير إلى ماذا؟ إلى أنه المزاج العام، الإطار العام، المصلحة السياسية قادرة على تغيير القناعات أكثر بكثير من قدرة السجال الفكري والثقافي على التغيير. طيب، هل انتهينا بهذا الشكل؟ أيمن اكتب لي لو سمحت إذا خلصنا، أنا مريت على أغلب التعليقات، كثير منها مداخلات يعني أكثر مما هي يعني اعتراض أو حوار. شكرا يا أيمن، وشكرا لكل المشاركين، وإن شاء الله يعني كان الحوار يعني لطيف وخفيف، وكانت تجربة لطيفة بالنسبة لي اللايف. هذه بيروت طبعا ترونها من فوق 900 متر أو 800 متر فوق سطح البحر. يلا تصبحون على خير، شكرا جزيلا للجميع.